مفيش أسوأ من كده. منتخب مفيش أسوأ من كده. حاجة تكسف بصراحة. جه اليوم إن المنتخب المصري، منتخب مصر باسمه الكبير العريق، أكتر منتخب خد بطولة الأمم الأفريقية، بيتعادل مع كينيا وجزر القمر. حاجة تكسف. أداء سيء جدا، إدارة فنية ولا أسوأ، لاعبين ما عندهمش الحمية كده، تحس إن هم مش حاسين بقيمة اللي هم فيه. يا ابني أنتوا بتلعبوا في منتخب مصر، بتلعبوا باسم منتخب مصر. حاجة صعبة جدا اللي حصل ده. أداء النهاردة هو هو ماتش كينيا، مفيش أي حاجة اتغيرت، غيرت بس عدلت في التشكيل من غير أي جديد، من غير أي إضافات، من غير أي ابتكار. أنت كمدير فني لازم تبقى مبتكر. وبالمناسبة إحنا اتكلمنا وقلنا إن الكابتن حسام البدري من المدربين المناسبين جدا لمنتخب مصر لما تم الإعلان عن تولي المسؤولية. وهو فعلا راجل عنده تاريخ في الإدارة الفنية، راجل حقق بطولات واكتسب التاريخ كله بصراحة يعني من النادي الأهلي، دي حقيقة. لكن في نفس الوقت هو الكابتن حسام اللي خلق الأزمات للمنتخب بدري. بداية من إيه؟ بداية من موضوع شرط القيادة، لما في المؤتمر الصحفي هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي، اتكلم قال لك إيه؟ قال لك إحنا لسه بنفكر هنشوف محمد صلاح هيبقى كابتن منتخب مصر ولا لأ. أدي أزمة بقى وخدت وقت كتير، قعدنا أسبوعين ثلاثة بنتكلم في موضوع يا ترى. طب واحمد فتحي، طب ازاي هتاخد احمد فوق؟ قعدنا نعيد ونزيد وكلام من ده، وفي الاخر قال لك هو الناس تتكلم ليه يا جماعه؟ هو انا قلت ان حد هياخد شرط القياده غير اقدم لعيب؟ احنا ماشيين بنفس المبادئ اللي عندنا وبنفس اللي احنا متعودين عليه، الثوابت اللي موجوده دايما. فللاسف هو قال كده يعني. للاسف الاعلام دايما بيضخم الامور. دي كانت تصريحاتك انت يا كابتن حسام. ادي ازمه، تمام؟ أزمة موضوع بيراميدز. أنا عايز أعرف هو مين اللي خسران؟ يعني لو المنتخب طلب لعيبة بيراميدز ونادي بيراميدز رفض، لأن ده مش معاد الأجندة الدولية، وده طبعًا شيء يلام عليه المسؤولين في نادي بيراميدز ما فيهاش نقاش. وبعد كده يرجع يقول لك إيه؟ خلاص يا كابتن حسام إحنا هنطلع بيانه واللعيبة تروح لك المنتخب. قال لك لا أنا مش عايزهم. طب أنت بتعاند مع مين يا كابتن حسام؟ مع كل الاحترام والتقدير لحضرتك، انت بتعلن مع مين؟ المنتخب هو الخسران. انا مش بقول لعيبه بيراميدز هم الاساس في، بالمناسبه من غير لعيبه بيراميدز المفروض المنتخب يكسب برضه. لكن في نفس الوقت انت عندك ست سبع لعيبه في نادي بيراميدز، انت عاقبت المنتخب بعدم انضمامهم وعاقبت اللعيبه نفسهم. طب اللعيبه ذنبهم ايه؟ اللعيبه دول في نادي، النادي يقول لهم امتى تروحوا المنتخب وامتى ما تروحوش. في نفس الوقت هم كانوا حريصين جدا وهم عندهم استياء كبير قوي ان هم ما كانوش متواجدين في المنتخب، فانت عاقبت المنتخب وعاقبت اللعيبه يا كابتن حسام. دي من ضمن الازمات برضو اللي حصلت. في عدد من الازمات الاخرى يعني، وكلام كتير في الحقيقه من الجهاز الفني وكابتن حسام البدري. الازمات دي كلها هي اللي عطلت المنتخب وهي اللي اثرت على المستوى الفني واثرت على النتائج. بصراحه هي فضيحه، يعني نتكلم بصراحه من الاخر، فضيحه انك تتعادل مع كينيا وجزر القمر. مع احترام للمنتخبين، النهارده منتخب جزر القمر عامل مباراة جيدة بالنسبة لهم. شفتوا الجماهير نزلت ازاي في الملعب بعد الماتش، السعادة والفرحة اللي هم فيها بعد التعادل مع منتخب مصر. فللأسف احنا ماشيين في الطريق الغلط. ضعف الإعداد البدني للمنتخب ده، في يوم من الأيام الكابتن حسام بدري عمل معسكر بثلاث لعيبة. هو ده يعقل؟ اتنين من الزمالك واحد تقريبا من سموحة، وبعد كده رجعهم تاني على انديتهم. ده فايدته ايه؟ ده فيما يتعلق بالكابتن حسام البدري، فيما يتعلق بالجهاز الفني. بخصوص بقى المباراه، سواء المباراه اللي فاتت او المباراه النهارده بتاعت النهارده يعني، لا كل اللوم برده على اللعيبه. وانا عايز اخص محمود حسن تريزيجيه. كلنا بنحب تريزيجيه وكلنا مقتنعين جدا بامكانياته، لعيب عظيم عنده امكانيات هائله. لكن دايما لما بتيجي تلوم المنتخب، لما كان بيخسر محمد صلاح موجود كنت بتلوم محمد صلاح لان هو النجم الابرز في المنتخب. دلوقتي مين النجم الابرز في المنتخب بعد صلاح؟ صلاح مش موجود، مين الابرز؟ تريزيجيه. هل هنلومه لمجرد اللوم وخلاص؟ لا، الراجل عامل مباراه سيئه جدا النهارده، مش عارف يستغل الامكانيات. يعني انت بتلعب في استون فيليا تريزيجيه، بتلعب في اعظم دوري في الدنيا، الدوري الانجليزي، لما تضيع انفراده زي دي
يبقى انت ما طورتش من نفسك بصراحه. محمد صلاح في بداياته لما كان في بازل كان بيضيع كتير جدا، لكن اشتغل على الموضوع ده. وارد انك تضيع في كره القدم، لكن ما يبقاش عدد كبير، ما يبقاش عدد كبير من الاهداف والفرص اللي بتضيعها. لو تفتكروا في ماتش جنوب افريقيا المنتخب الاول في بطوله الامم الافريقيه، تريزيجيه مضيع جون ما يضيعش برضه قبل ما يتلقى الهدف اللي خلص الماتش. فدي سلبيه عند تريزيجيه لازم يشتغل عليها. من أسوأ اللاعبين النهارده محمود حسن، تريزيجيه، احمد حجازي، مش هو ده احمد حجازي. في حاجه غلط، في حاجه غلط. كابتن حسام البدري كمان في الاداره الفنيه مش عارف ايه اللي جرى. لازم يبقى في معالجه للامور دي بسرعه، لازم نلحق نفسنا. بالمناسبه احنا مش بنطالب ان مثلا الجهاز الفني يتغير وكلام، لا ده كلام مش منطقي. اللي يقول لك لا ان لازم نمشي بقى الجهاز دلوقتي، ده كلام مش منطقي، الكلام ما يفتش. لا، الراجل موجود وجه في فتره زمنيه قليله وكل الكلام من ده. موضوع كمان بالمناسبه، موضوع ان الفتره الزمنيه تبقى قليله وان ما لحقش يعمل اعداد وما لحقش، ده ما بقاش عذر دلوقتي خلاص. انت مدير فني وطن يعني ملم بكل امكانيات اللاعبين الموجودين، عارف امكانيات واحد واحد. ممكن نقول الكلمتين دول لما مدير فني اجنبي، الراجل لسه بيتعرف وعايز يعرف اللاعبين وامكانياتهم وكلام من ده، فما نلوموش قوي في الماتشات، يعني في الماتشات بتاعته سواء لو كان الاداء او النتائج وحشه. لكن هنا لا، كل اللوم على الجهاز الفني. بالمناسبه في لقطه النهارده غريبه جدا، احنا ابتدينا الشوط الثاني ب 10 لعيبه، قعدنا دقيقتين في الملعب وكانوا دقيقتين خطر جدا على منتخب مصر، نلعب ب 10 لعيبه عشان خطر خطا اداري. مينا سامح المدير، مش عارف مين المسؤول عن الموضوع ده، اعتقد المدير الاداري يعني، موضوع التغييرات. حسين الشحات المفروض كان ينزل مكان قفشه. وابتدينا الشوط والتغيير ما كانش لسه اتعمل، طب انتوا فين يا جماعه الربع ساعه اللي ما بين الشوطين انتوا فين؟ افرض الدقيقتين دول كان جه فيهم جون، كانت هتبقى كارثه. فالاخطاء اداريه وفنيه بصراحه. احنا بنعيش اسوأ عصر لمنتخب كبير زي منتخب مصر بصراحه على مدار الاشهر السابقه وحتى الان. بنعالج؟ لا ما بنعالجش. بنشوف الازمات فين الحلول؟ ايه؟ لا ما بنشوفش. فالحين بس يا جماعه انتقادات كتير، يا جماعه مش عارف ايه، يا جماعه لا لازم نبقى ورا المنتخب، ما احنا كلنا ورا المنتخب وهنفضل ورا المنتخب وهنفضل ورا الجهاز الفني. مع الكابتن حسين البدري واي جهاز فني يبقى موجود بنفضل وراه، لكن ما يكون في سلبيات لازم نقولها. لما يكون في شيء يجب انتقاده لازم ننتقد. لان بالمنظر ده لو احنا ما انتقدناش يبقى احنا مش حريصين على مصلحه المنتخب. هو كله في الصالح العام، احنا عايزين المنتخب يرجع زي زمان. وبالمناسبه لو تفتكروا كده ترجعوا مع نرجع مع بعض زمان شويه ايام كابتن حسن شحاته، كان ايه اللي بيحصل؟ منتخب مصر لما بيلعب مباريات وديه كان بيلعب مين؟ كنا بنلعب اسبانيا، بنلعب البرتغال، بنلعب انجلترا في ويمبلي، ما عندناش مشكله، جرأه وبتتقدم على انجلترا هناك في ويمبلي بهدف زيدان، تخسر 3-1 ماشي مش مشكله، بس عملت احتكاك قوي. لما تيجي تلعب بقى اي منتخب هنا في افريقيا تبقى احسن منه بكتير، وده اللي كان بيحصل. وخدنا 3 بطولات افريقيا ازاي ورا بعض. حصل دروب بعديها بس ده بيبقى طبيعي، انت كل ما بتوصل لمكان عالي اكيد لازم هتنزل وبعد كده تطلع تاني، احنا ما بنطلعش.